السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي واحبابي في الله. اهلا بيكم في قناتنا، قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، هنتكلم فيها عن كيف استعد للولادة القيصرية. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. محتويات الفيديو بتاعنا: الاستعداد النفسي والعقلي للعملية، تحديد خطة الولادة القيصرية وتحضير حقيبة الولادة، وإزالة مساحيق التجميل وطلاء الأظافر. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. الاستعداد النفسي والعقلي للعملية. يعد الاستعداد النفسي للحامل قبل الخضوع لعملية الولادة القيصرية من أهم الخطوات التي تساعد على إجراء العملية بسلاسة أكثر، وتهيئ الأم لما قد يحدث فيها، ويتم ذلك من خلال التجول في قسم الولادة والتحدث إلى طبيب التوليد الخاص والاستفسار عن تفاصيل العملية للتخفيف من مخاوف الأم فيما يتعلق بالعملية أو ما بعدها. تحديد خطة الولادة القيصرية. يمكن المرأة الحامل تجهيز خطة قبل ولادتها كي يتم تطبيقها أثناء عملية الولادة، وسيحاول فريق الرعاية الخاص بها تلبية رغباتها قدر المستطاع، ويمكن أن تتضمن الخطة ما يلي: اختيار المرافق الذي ترغب الحامل بوجوده أثناء العملية، اختيار موسيقى محددة يمكن أن تطلب تشغيلها أثناء العملية، إحضار كاميرا والاستفسار عن إمكانية التقاط الصور أثناء الولادة، تذكير الجميع بالالتزام الصمت عند الولادة حتى يكون صوت الأم أول ما يسمعه الطفل عند ولادته. تحضير حقيبة الولادة. يوجد العديد من الأمور التي قد تحتاجها الأم الحامل في المستشفى بعد إجراء العملية، ومن أبرزها ما يلي: كتاب أو مجلة أو وسيلة للترفيه، غطاء خاص مناسب لتزويدها وطفلها بالدفء اللازم خصوصا أثناء التلامس الجلدي بينهما بعد الولادة، حذاء مريح للمشي والتنقل في المستشفى، ملابس فضفاضة ومريحة بحيث لا تضغط على الجرح بعد العملية وتكون سهلة للاستخدام عند رضاع الطفل، مناديل مبللة وإسفنجة خاصة للاستحمام بعد عملية الولادة القيصرية. إزالة المساحيق التجميل وطلاء الأظافر. تعتبر إزالة مساحيق التجميل وطلاء الأظافر من الخطوات المهمة للاستعداد للولادة القيصرية، وذلك حتى يتمكن الطبيب أو طاقم التوليد من مراقبة أي تغيير في لون البشرة أثناء إجراء العملية، كما يجب إزالة العدسات اللاصقة أو النظارة في حال ارتدائها. أختي العزيزة، سواء كنت اخترت الولادة القيصرية أو أنك معرضة لخوض التجربة، فمن الواجب أن تحضري جيدا للولادة القيصرية قبل الخضوع إليها، وفيما يلي بعض النصائح من تحضيرات الولادة. إذا كانت خطتك في الأصل للولادة القيصرية، فقد يطلب منك طبيبك تحاليل دم معينة قبل العملية مثل فصيلة الدم ومستوى الهيموجلوبين ومعلومات أخرى يطلبها الطبيب. إذا تطلبت حالتك الصحية الخضوع إلى ولادة قيصرية قبل الأسبوع 39 من الحمل، قد يتطلب الأمر اختبار رئتي الجنين قبل الخضوع للعملية للتأكد من أن الجنين مستعد للولادة. إذا كنت تجهزين الولادة الطبيعية، فمن الأفضل أن تكون على استعداد للأشياء الخارجة عن الحسبان والتوقعات. تكلمي مع طبيبك عن احتمالات الولادة القيصرية قبل موعد الولادة بفترة، وتعرفي عن كافة التفاصيل التي قد تضطرك للخضوع للولادة القيصرية كأفضل حل ممكن، لأن في وقت الطوارئ لن يتسنى لطبيبك أن يأتي ويشرح لك ما تريدين معرفته عن الولادة القيصرية. تحضيرات النقاهة. اختاري الأشياء التي تسهل عليك فترة النقاهة بعد الولادة مبكرا بدلا من الانتظار بعد الولادة، مثل حضري فوطة صحية وملابس داخلية كبيرة وتغطي فوق البطن حتى لا تخافي من تلامس الجرح بعد الولادة، فوط للصدر ووسائد جل تساعد على تخطي الألم والاحتقان في الصدر عند إرضاع الطفل، كمادات ماء ساخنة للتغلب على الألم والتقلصات، لفافات شد البطن المناسبة للولادة القيصرية.
تتوقعي بأنه لن يكون بإمكانك رفع الأشياء الثقيلة أو القيادة أو القيام بمجهود شاق لمدة 6 أسابيع على الأقل، وذلك بعد الولادة. حضري وجبات في الثلاجة للأيام الأولى من الولادة. اشتري خزين الموارد الأساسية في المنزل للاستخدام اليومي مثل ورق التواليت والملح والزيت والسكر واللبن والشاي والقهوة وغيرها. اطلبي من أصدقائك وأقاربك أن يأتوا لزيارتك بدلا من الذهاب إليهم بنفسك. إذا أردت أي شيء من الخارج اطلبي منهم أن يحضرون معه عند زيارتك. نسقي مع زوجك حتى يسجل أوقات زيارة الطفل للطبيب حتى يستطيع أن يصطحبكما إلى العيادة. احصلي على الأدوية التي تحتاجينها قبل خروجك من المستشفى. قومي بتوفير النقود الوقود في سيارتك لأنك لن تقومي بالقيادة لمدة 6 أسابيع على الأقل، واستخدمي هذه النقود لشراء شيء يسعدك. تأكدي من وجود وسائل مريحة ومنفوشة في غرفة نومك وفي غرفة الجلوس حتى تدعمك أثناء الجلوس. اشتري بعض الفساتين والملابس الفضفاضة التي لن تعيق حركتك أو تتعبك وتشد الجرح أثناء لبسهما أو خلعهما. يمكنك التفكير في نوم طفلك معكما في السرير في 6 أسابيع الأولى من الولادة حتى لا تضطرين إلى التحرك والذهاب إلى غرفته كثيرا في هذه الفترة. وكده هو خلصنا حلقتنا النهاردة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا قناة منوعات نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.